السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ كنت قاعد مع زمايلي من كام يوم، فبقول لهم بوريهم الساعة بتاعتي كده كنت لابسها، فبقول لهم دي الساعة، قالوا لي شكلها حلو محمد، فبقول لهم على فكرة الساعة دي بتشتغل بالحركة يعني، قالوا لي يعني بنبض القلب، قلت لهم يعني، قال لي اه في ساعات بتشتغل كده بنبض القلب اللي انت بتحطها كده على ايدك فهي بتحس نبض القلب فبتشتغل. قلت لهم بجد والله؟ طب لو انا سبتها على، لو انا سبتها، قال لي اه لو انت كمان سبتها على الحيطه يعني على الارض كده او على حاجه ثابته هتقف. فعلا عملت التجربه دي قدامه، دي فعلا دي حقيقه دي يا جماعه، في ناس فعلا فاكره ان الساعات بتشتغل نبض القلب. فالمهم حطيت الساعه قدامه فسبتها فشغاله زي ما هي. قال لي ايه ده؟ قلت له طب ازاي، في فين السنسورز او فين الاستشعارات اللي بتقيس نبضات القلب؟ قال لي امال الناس بتقول شغاله بنبض القلب، ولو نبض قلبك قليل مش هتشتغل، لازم يبقى نبض قلبك عالي وهكذا. المهم انا جاي الفيديو ده للناس اللي هي كل فكرتها عن الساعه ان الساعه بتشتغل بحجر او بتشتغل بنبض القلب، والمفهومات الغلط والخرافات الغلط دي. اولا لو انت جديد لانج في القناة او انت جديد لانج في الفيديو ده ولسه اول مرة تشوفني ومش حابب تتفرج على الفيديو ده، في القناة عندي اكتر من كذا فيديو ممكن يتكلم عن صحتك، عن تخسيس، عن العناية بجسمك، عن الرياضة، عن المعلومات العامة. وانا بحب اشارككم هواياتي، يعني هوايتي انا بصراحة بحب الساعات وبحب كذا حاجة تاني، بس انا قلت ايه ما اشارك الناس يعني هواية الساعات عشان الثقافة المصرية والحضارتنا المصرية الساعات فيها قليلة ومحدش بيتكلم في الساعات كتير. فانا حبيت ان انا اشارك معاكم في مصر بالذات الناس ازاي تلبس ساعه، ازاي تختار الساعه المناسبه وهكذا. حتى انت لو دخلت هتلاقي في البلاي ليست، في حاجه كده في الفيديوز في البلاي ليست هتلاقي في حاجات تختص كاملا عن الساعات. المهم نبتدي الفيديو. اللي حصل ان انا لما قعدت بقى مع زميلي قعدت افهمه ان الساعه دي لا دي بتشتغل حاجه اسمها ميكانيكال، بتشتغل يعني بالتروس وحاجات كده، وفيها يعني ايه اكنك دايره عربيه بس من غير كهرباء ومن غير اي حاجه. المهم حبيت ان انا اعمل الفيديو ده عشان افهمكم ثلاث انواع من الساعات، من مواتير الساعات او من محركات الساعات لازم تكون تعرفهم ولازم تعرف تفرق ما بينهم. لو تفتكر كده زمان قوي سنه 1900 مثلا ولا حاجه، ولا 1920، هل كنت تتوقع ان كان في ناس زمان كانت بتشتغل بساعه فيها بطاريه، وكمان البطاريه يكون بالحجم الصغير اللي احنا بنشوفه ده زي بطاريه الريموت او بطاريه التخينه شويه دي؟ ما كانش في النانو تكنولوجي والحاجات يعني الحاجات القويه اللي عندنا دلوقتي في الالفينيات، لا ده كان زمان كانت كل حاجه لو تلاحظ كانت كبيره. بمعنى ايه؟ يعني التليفون الموبايل بتاعنا قد كده، لا التليفون بتاعهم كان كبير كده، التليفونات اللي هي الترانك وتعالى حاج كلم حد بيكلمك من بره ترانك وما اعرفش ايه، تحس كده ان كانت زمان كانت كل حاجه كبيره، العربيات كانت كبيره، العالم كله كان كبير، يعني يعني الحاجات والمحركات كانت كبيره. لو انت تفتكر لو شفت كده صوره كان في هارد 2 ميجا اللي هي اقل من جيجا، اقل من 1 جيجا، كانوا بيشيلوه على كونتينرات 2 ميجا، يعني كان زمان كانت حاجه كبيره قوي. فايه اللي كان في عالم الساعات بالذات؟ انا هحكي لك. في تاريخ الساعات سنه 1812 اول ساعه ايد تتعمل لكوين اوف نابلس اللي هي ملكه نابلس. الساعة دي ابتدوا يعملوها من سنة 1530، تخيل من سنة 1530 كانوا بيبتدوا يعملوا ساعة عشان يعني تناسب الايد بتاع كوين اوف نابلس او تناسب الايد عموما سنة 1800. تخيل ابتدى بس واحد ساعاتي كده ان هو يعمل، او مجموعة من الخبراء ان هم يعملوا ساعة من 1530 وانتهوا 1812 واللي لبستها كوين اوف نابلس اللي هي ملكة نابلس. المهم اللي حصل ان اول ساعه دي اتعملت كانت بتشتغل بنظام الميكانيكال او الملو، ما كانش حاجه دي اول حاجه. الحاجه الاولى كانت بتشتغل بنظام الملو. الملو ده اللي هو ايه؟ لو انت جبت لعبه كده بزنبلك، اللي هي لو انت تفتكر اللعبه اللي هي زي العربيات ان انت تقعد تملاها كده وفي الاخر تروح سايبها تروح جاريه على الارض وبعد كده تقف، هو ده نفس نظام الساعه بس على اعقد شويه. ان الساعه بتقعد تملاها بحيث ان انت تقفل اسطوانه كده، اسطوانه بيبقى عباره عن حاجه اسمها مين سبرينج، بتبقى السلك بتاعها مفتوح، فانت بتقعد تضغط فيبتدي يدور حوالين نفسه لحد ما بتيجي يعني ايه تقف.
فلما بيجي يخرج بيخرج على فترات بسيطه، فترات بسيطه مش زي العربيه، العربيه بتخرج بسرعه زي اللعبه دي. فده اللي بيحصل بالظبط، ان هو كانت الساعه كانت بتتملي وكانت تشتغل شويه وكانت ايه تقف. كان اول نظام ملو يا جماعه اتعمل كان بيقعد 3 ساعات، 3 ساعات يعني انت كل شويه تقعد تملى الساعه 3 ساعات وتقف، 3 ساعات تقف، 3 ساعات تقف. ليه؟ لان ما كانش فيه بقى حاجه بقى التكنولوجي الضخمه، يعني كان الناس ايه، هي كانت يعني احنا كنا ماشيين بالعلاج اساسا، يعني كويس قوي ان هي الساعه مشي كده بالثلاث ساعات يعني، وما كانش فيه ساعات اساسا. فاول ساعه اتعملت اللي هي نظام الملو، الملو ده قعد فتره كبيره قوي قوي في عالم الساعات، لحد ما ظهر في التسعميات، واحد اسمه جان هاردوود، ده عمل اول ساعة اوتوماتيك في العالم، اول ساعة اوتوماتيك اللي هي بتشتغل بالحركة اللي انت تهزها كده. الميكانيكال بتشتغل بالملو، احنا قلنا الملو بتقعد تملاها 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 وتسيبها تقعد معاك يوم او يومين، ده في الساعات الحديثة. اما زمان كان زمان قوي 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 كان بتقعد بالثلاث ساعات وساعتين كمان. اما ظهر واحد اسمه هاردوود، ده عمل اول ساعة اوتوماتيك في العالم. الساعة الاوتوماتيك دي عبارة عن ايه؟ انا اوريكم الساعة الاوتوماتيك دي، ساعة اوتوماتيك. انا هوريها لكم كده من بعيد. لو تلاحظ ده، كده اهو، بص ليه بيلف معايا اهو البتاع الصغير ده، دي ساعة اهي ثابتة ما بتتحركش، اهي قدام الكاميرا اهي، العقرب اهو ثابت اهو ما بيتحركش، معلش عشان فوكس بس. لما نيجي نهزها كده هزتين هيبتدي العقرب يشتغل اهو، العقرب ابتدى يلف، معلش انا اسف عشان الفوكس بتاع الكاميرا اهو. دي اول حاجة في الساعة الاوتوماتيك. جان هاردوود ده عمل طفره في عالم الساعات. عمل طفره في عالم الساعات ازاي؟ ان هو عمل الساعات الاوتوماتيك اللي هي اسمها سيلف وايندنج، ان انت السيلف وايندنج اللي هي يعني ايه، بتملى نفسها بنفسها. كانت من عيوب الساعات الملو ان انت لازم كل 3 ساعات تقعد تملاها، كل 3 ساعات تقعد تملاها، ما بتشتغلش لوحدها. اما الساعات الاوتوماتيك كانت وانت ماشي بمجرد ما تهز ايدك، وانت ماشي بتتحرك بتهز ايدك بتمشي بتجري، هي شغاله. بمجرد ما بتقف او مجرد ما بتقعد بتستنى مثلا حوالي فيها كده زي مخزون احتياطي بيقعد يخزن حوالي مثلا ايه بقى 6 ساعات 7 ساعات وليكن، وبعد كده بتقف خالص. دي كانت فكره الساعات. جت بقى في الاواخر خالص لو ان مشكله الميكانيكال والاوتوماتيك اللي هي الملو والاوتوماتيك اللي هي بتشتغل سيلف ويندنج او اللي هي بتشتغل بالحركه كده، لو فيها مشاكل، اللي هي ايه، مشاكل ان لو الساعه وقعت ممكن اجزائها تتفكك او تتخبط من جوه، ان هي ما كانتش حاجه اسمها شوك ابزوربر او اللي هي شوك ريزيستنت، ما كانش فيها حته الصدمات بقى والتكنولوجي القويه اللي موجوده دلوقتي. فاللي حصل ان هم كانوا بيتخنقوا بمجرد ما تتخبط الساعه خبطه شديده شويه تقف او تبوظ، وكانت محتاجه قطع غيار وهكذا. فاللي حصل سنه 1969 ظهرت فكره الساعه الكوارتز اللي احنا بنقول عليها في مصر كوارتز، بس بيقولوا بره كورتز. كورتز دي اللي هي الساعه بتشتغل بالبطارية. فاللي حصل ان الساعات دلوقتي، كان في زمان بقى 1969 دي كانت طفرة اللي هم ابتدت يستبدلوا حاجات من الساعات ويركبوا مكانها بطارية. فكده الموضوع بقى افضل، في ايه؟ بقى افضل ان البطارية استبدلت اجزاء من الساعات، فكده لما الساعة تتخبط الساعة مش هيبقى، مش هتقع او مش هتتفكك او مش هتبوظ. فدي كده حاجة كويسة. زائد ان البطاريه لونج لاستنج، بتقعد فتره كبيره قوي، يعني ممكن تقعد سنه كامله من غير ما انت تقعد تهز ايدك او ان انت تقعد تملى ايدك كتير او تملى الساعه كتير. فده اللي حصل. فابتدت الناس على 1969 تتجه للساعات الكوارتز او الساعات اللي بتشتغل او تعمل بالبطاريه، لحد بقى ما وصلنا بقى للالفينات والتسعينات ابتدى يرجع بقى المفهوم للاوتوماتيك والميكانيكا. دلوقتي بقى ظهر الواتش كوليكتور اللي هم الساعات، اللي هو هاوي ساعات او اللي هو مجمع ساعات اللي هو بيحب الساعات عموما، ابتدى يهتم بالساعات الميكانيكال. الميكانيكال فيها فن شويه، تحس ان فيها هندسه، تبقى شايف كده حركه التروس وهي بتتحرك وهي بتتكسر، وهي مش بتتكسر، هي بتتحرك كده وبتتعشق في بعضيها، دي كده عشق. زي اللي بيجيب العربيات القديمه ويسيبها عنده، هي كده. وللعلم بالشيء الساعات الميكانيكال او الاوتوماتيك بيبقى اغلى بكتير من الساعات الكوارتز في ماركات عاليه، في رولكس، في كوارتز، فيها في اوميجا، فيها كوارتز، بس فيها اوتوماتيك. الاوتوماتيك بيبقى اغلى، الميكانيكال بيبقى اغلى، وهكذا. فده تاريخ الساعات. فلو انت حابب انك تعرف اكتر واكتر عن كل ساعه بالتفصيل،
اكتب لي اكتب لي في الكومنت، وانا كده كده عندي مجموعه ساعات انا ممكن اشرحها لك مفيش مشكله يعني، بس اكتب لي في الكومنت ايه المجموعه، ايه الحاجه بالظبط اللي عايز تعرفها، وايه الحاجه اللي استفدت منها في حته الساعات دي. فاتمنى لو حضرتك لسه جديد تعرفش اي حاجه في الساعات، حاول تنضم معانا ان احنا ان شاء الله ان شاء الله هنعمل اكبر مجموعه للمصر كلها في الساعات، ان احنا نضم اكبر عدد من المهتمين بالساعات ونعمل لهم فيديوهات على اليوتيوب، بحيث ان احنا نفيد كل الناس اللي هي نفسها تشتري ساعه بس خايف، مثلا عايز يشتري ساعه بس قلقان، بحيث ان انت تسيب لنا كومنتات، تكتب لنا مثلا في الاراء تحت ان انت تقول لنا عن اي حاجه انت عايزها، واحنا باذن الله باذن الله باذن الله نقدمها لك باحسن طريقه. فلو حضرتك عجبك الفيديو اتمنى تضغط تنزل تحت كده شويه وتضغط لايك وتشاركه ما بين اصدقائك طبعا لو الفيديو طبعا مفيد طبعا، وما تنساش تشترك. اتمنى الاشتراك لان حضرتك لما بتشترك هتتابعنا، وان شاء الله ان شاء الله اي فيديو هينزل جديد هيظهر لحضرتك اول حاجه. فكان معكم محمد تحسين من قناه السرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.